ما اريد احزاب. احنا ايه ما اريد احنا احزاب يدخلون. احنا حبيبي احنا كانت مطالبنا للبصره فقط، لكن العراقيين اللي بيران قاموا يطلعون. لهذا السبب احنا توجهنا للسفاره الايرانيه. احنا ما عندنا اشكال ويا السفاره الايرانيه، احنا ما عندنا اشكال ويا اي ايراني ولا كويتي ولا لا ما عندنا لا 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 احنا مشكلتنا البصرة، ماي ماكو، كهرباء ماكو، بطالة. للأسف إيران منبع الفساد بالعراق. إيران باول إيران أخي العزيز، اليوم مسوين مظاهرات بالمحمرة، ما يردون أي عراقي يطب الإيران. زين احنا هم ما نريد الإيرانيين يطبون الإيران. زين انت عراقي ما موجود بإيران، أي عراقي ما موجود بإيران قاموا يطلعونها. زين ليش واحد يحكي؟ خلي واحد الرسالة وجهها إلى رئيس الوزراء العبادي. عندنا ثلاث مطالب رايدين الشعب البصري. أولا توفير الماي، توفير الشؤون، العمل. الريد أنت تروح للرمالة يطبب لك بنجالي، والمواطن ابن البصرة قاعد بالتلاطة. الروح بس خلنا نحكي. الروح يشحتونا من ما اريد اي ايراني يطبنا بعد. فكونا شركه، انتم السبب بدمار البصره. عم فكونا تدعمون الاحزاب ضد الشعب. ماي ماكو يعني اي شيء يطبنا لمصلحه البصره الحكومه الايرانيه ما توافق. اتنا المال دبوا علينا البسل. ايرانيين دبوا علينا البسل. ايرانيين لو بقيت لا ايران بس برخص ايران قالت عراق برا احنا نقول ايران برا ما اريد مال الماء المالح من عندهم. ايران ما اريد يا ابو علي الكاميرا. والله وكجت علي ابو واد وكاري خوب شاندران بس سيدي كم ليا نعبرها والله نحرقها. ايران نحرقها والله. نريد نصبح بصره حره تسود فيها الامان والاستقرار والاقتصاد ينمو. لاننا لا نريد تدخل ايراني فارسي مجلسي شوي، لاننا يريدون ان نبخيراتنا. ما اريد اي واحد يدخل فينا.